يقول: هل علي إثم إذا أكلت طفلتي أو شربت من الحرام، علما بأنها من زوجة مسيحية مطلقة وهي تعيش في بلد وأنا أعيش في بلد أخرى؟ ابنتك في ذمتك، هي في ذمتك، عليك أن تحفظها من أكل الحرام أو شرب الحرام، تأخذها معك ولا تتركها مع الكافرة. أما هي لو شربت أو أكلت، هي غير مكلفة، هي غير مكلفة ولا إثم عليها، لأنها لم تبلغ سن التكليف، لكن أنت اللي تأثم لأنك ضيعتها وتركتها.